يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري جنوب سيناء جنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وأيضا جنوب الصعيد، فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء، وذلك على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأ بالطبع بمحافظة القاهرة العظمى، فيها 31 صورة، فيها 19 جوحار، الأسكندرية 26 18 معتدل، مطروح 25 17 معتدل، بورسعيد 26 17، الإسماعيلية 32 18، محافظة بورسعيد العظمى فيها أو السويس العظمى فيها 28 الصغرى فيها 18، جو مائل للحرارة، العريش 28 17 مائل للحرارة أيضا، طابة 29 21، شرم الشيخ 32 23، الغردقة 32 23، أما محافظة الأقصر العظمى فيها 35 الصغرى فيها 23، أسوان 35 23، الوادي الجديد 34 20، شلاتين 34 23، أما حلايب العظمى فيها 29 والصغرى 24. ولأن نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية، نتابع.